الفيديو بيكون رد على رسالتكم حق الأسبوع اللي فات، والمقطع أغلبه حرق بما أن رسالتكم أغلبها عن الأنمي. وبس يلا نبدأ. أول سؤال، إيش رأيك في عودة هانتر إكس هانتر؟ وهل أنت أساسا مهتم بهانتر؟ وآخر سؤال، هل أنت متأمل من نهاية هانتر إكس هانتر؟ عن العودة صراحة ما شفت المانجا، لكني أول كنت مهتم بهانتر إكس هانتر، بس بعدين تقاشي ساعة مرة مرتين ثلاثة بعدين خلاص. والصراحة من يوم ما بديت هانتر إكس هانتر وأنا ماني متأمل من النهاية. المشكلة في المؤلف تقاشي، أنا تابعت له أكثر من أنمي أو مانجا، بس أكثر أنمي عجبني من تأليفه اللي هو يويو هاكشو. يويو هاكشو أنمي أسطوري، لكن المشكلة فين؟ المشكلة في النهاية. آخر 12 حلقة أبو يوسكي مات، واللي هو من الملوك الثلاثة لعالم الشياطين، وبعد موته موزين العالم بديت تخرب، فقرروا يسووا بطولة يحدد فيها من يصير الملك. فكل عالم الشياطين شارك بالبطولة، ومنهم يوسكي واللي معاه. ففي الربع النهائي يوسكي قاتل الملك الثاني يومي، فيوسكي انجلد وخسر. وبعد هزيمة يوسكي قطعونا عن أحداث البطولة، ويوسكي صحي بعد البطولة، والشخص اللي فاز بالبطولة حتى ما نعرفه. عموما بالنهاية يوسكي قابل أصحابه وقالوا له لقد قاتلت جيدا، وانتهى الأنمي. هذه يمكن أسوأ نهاية شفتها الأنمي طويل، يعني توغاشي بان أكثر من قصة وانسحب عليها، نفس قصة سينسو اللي دخل عالم الشياطين والبشر مع بعض، وبعد ما انهزم خويه واخذه ووداه للعالم الثاني وقال فيه خطة انتقام، وللأسف في النهاية انسحب عليهم. هذا الشيء قاعد اشوفه بهانتر حاليا، توغاشي قاعد يبني اكثر من قصة وما ادري كيف بنيها. وفي مانجا لتوغاشي باسم ليفل اي اللي برضه لها انمي، انا لسه ما شفتها لكن سمعت انه المانجا رهيبة، لكن النهاية خايسة. الزبدة، رحنا للسؤال اللي بعده، ايش رايك بجوكو بلاك؟ شوفوا اضافة حلوة. شوف جوكو بلاك وزاموس انا اعتبرهم اقوى اضافة في دراغون بول سوبر، واتوقع لو سويت احصائية لكم عن اكثر ارك صدمكم وعجبكم بدراغون بول سوبر، متأكد ارك بلاك بيفوز. يا مصعب يا اخي، ما حد قال لك انك تشبه جون سنو اللي في جيم اوف ثرونز؟ لا بس شفت شخص او شخصين بالتعليقات يقولوا اني اشبهه، انا رحت شفت صورته واكتشفت انه ما في شبه. هل في انمي حرف وكان افضل من المانجا من ناحية الاحداث؟ شوف هذا تعتمد على الرأي، يعني انا عجبتني نهاية بتوم اكثر بالانمي، بس اغلب الناس عجبتهم اكثر بالمانجا، ففي نهاية تعتمد على رأيك. مصعب يا رايق، بالله سؤال، تكلم عن انمي كايجي وليش مظلوم وما اخذ حقه؟ اوكي، انمي كايجي يعتبر من اكثر الانميات المظلومة عندنا، وكل ذا بسبب الفكرة الغريبة اللي يمكن تحسسك انه الانمي خايس. يعني الفكرة قمار ببطاقات حجر ورق مقص، وانا الصراحة من الناس اللي حكمت على الانمي من القصة، بس بعدين شفته واكتشفت انه انمي رهيب. القصة ناس مديونين دخلوهم سفينة عشان يلعبوا بالبطايق، الفائز يدفعوا ديونه والخسران احسن ما اقول لك ايش يسلوا. الحلو وين بالقصة؟ الحلو الأحداث اللي تصير، يعني إذا أنت وشخص اتفقتوا على شيء وغدر فيك لا تقعد تبكي، لأنه في النهاية ما حد قالك تثق بشخص متعرف عليه قبل 5 دقائق، وإذا قعدت تبكي أنت كذا ضيعت من وقتك، لأنه بس عندك 4 ساعات تحدد مصيرك، وإذا حقت على شخص ما تقدر تسوي له شيء. فأنصحكم بالأنمي لأنه مرة رهيب. هل أنت تلعب سوني؟ وإذا إيوة وإيش أفضل نوع عندك؟ ايوه العب، وافضل 3 انواع عندي البلاتفورم واكشن هاكن سلاش والعاب الفايتنج، بس لو بختار نوع واحد بقول لك العاب الفايتنج. العاب الفايتنج فيها تحدي، يعني كل ما قابل خصم جديد في الاونلاين بلقى اسلوب جديد من الكومبو. سؤال، ليش ما تحلق شعرك ولحيتك تطلع اجمل؟ اتمنى تجاوب عليه واعتبره من التساؤلات. بالصراحه عجبني دقني وشعري، ففي اليوم اللي بطفش منهم او بتضايق منهم بحلقه. افضل 5 انميات شفتها بحياتك بالترتيب، افضل انمي عندي دراغون بول، وبعده جينتاما، وثالث افضل انمي عندي كينشين، والرابع بليتش، واخيرا الخامس يويو هاكشو. ابغاك تنصحني بانمي يكون شوي قديم، يعني فترات 2004 الى 2007. انصحك بانمي كينشي. كينشي كان طالب متوسط يتنمر عليه، ويوم تخرج من المتوسط قرر يتدرب الاجازة عشان بالثانوي لا حد يتنمر عليه، فخش نادي كاراتيه بس خلوه كيس الملاكمة حقهم، فتعرف على بنت عرفته على نادي فيه مدربين مرة قوية وكل واحد فيهم متخصص برياضة. وميزة بالانمي شخصيات مرة كثيرة و90% منهم رهيبين. هل يمكنني مشاهدة دراغون بول سوبر بدون مشاهدة دراغون بول كاي؟ لا ما يمديك. خليني اشرح لك ايه بكروكونو باسكت دامك حاط صورة تاكاشي. تخيل لو انك نقصت للجزء الثالث، انت كذا ما بتعرف سبب علاقة كروكو وكاجمي، وما بتعرف من هو كيوشي، وما بتعرف من هم الملوك الغير متوجين. نفس الشيء بيصير اذا انت ما شفت دراغون بول زد او كاي. افضل شخصية في الانميات من نوع فيجيتا بالنسبة لك؟ افضل شخصية بالنسبة لي من نوع فيجيتا هي من يويو هاكشو.
هيي يتفوق على يوسكي اكثر من مره. يمكن اكثر شيء عجبني بشخصيه هيي لما يتقاتل مع عدو اقوى منه يمثل انه ما يتاثر من ضرباته، هذا شيء يصنع الخوف بالعدو. وحتى لما هيي بيطلع قوته الكامله اللي هي المفروض اضعف من قوه العدو، بيكون العدو انزرع فيه الخوف وبيخسر بسبب انه فقد الثقه بنفسه. وبس انتهى الفيديو هنا. اتوقع هذا الفيديو بيكون اخر فيديو اسئله بالسلسله، واتمنى تشوف الفيديوهات الفاتت من السلسله. وبس كان معاكم مصعب والسلام عليكم.